بعد استئناف الرحلات الجو عادي جدا، لانه كما تلاحظون لا يوجد هناك ازدحام غير عادي، ف الاطر الطبيه والشبه الطبيه تتاقلم مع عدد المسافرين الوافدين، فبمجرد نزول المسافر من الطائره يتم التاكد من صلاحيه جواز التلقيح وكذلك اختبار البي سي ار. بعد ذلك المسافر يقوم بجميع الترتيبات اللازمه من ختم جواز السفر، جميع الاجراءات، ختم جواز السفر، اجراءات الجمركيه، ويخرج تماما من منطقة الجمارك. بعد ذلك يدخل إلى هذه المنطقة التي هذه الجناح الذي بني خارج المطار، واللي يتوفر على مساحة كبيرة. هذا ما دعانا للتفكير في بناء مثل هناك جناحين، هاتين الجناحين، وذلك للتخفيف من وطأة الازدحام. كل مسافر يسلم له عند الدخول قن او رمز يخصه، وبفضل هذا الرمز يتم التاكد من هويته منذ الدخول واثناء الاختبار وبعد الخروج، حتى نلغي اضاعه الوقت وعناء الكتابه، فالكل يمر بطريقه الكترونيه. لحد الان مازال ما وقفناش على شي حاله. حالات كامله سلبيه دابا حتى الساعه. لحد الان حالات سلبيه، وكلهم كيتوفروا على جواز التلقيح وكذلك الاختبار بي سي ار صالح.